اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. طبعا دلوقتي على فكره في جلسه للكابتن حسام حسن مع الصحفيين، جلسه مش مصوره ولكن ليه تصريحات، توقعي حسب ما وصل لي في دلوقتي وانا بتكلم معاكم على الهواء، تصريحات ناريه وللاسف فيها كلام كتير جدا مخالف للوائح ومخالف للاتفاقات اللي كان يتكلم فيها قبل كده مع الانديه. عموما احنا مستمرين معاكم بالتاكيد لسه يوم الثلاث ويوم الاربع، وهنشوف ردود الافعال على التصريحات اللي خرجت، لان اتمنى ان التصريحات تكون في سياق الاستعداد للمنتخب مش في سياق اللي احنا نعمل مشاكل في مرحله صعبه جدا لمنتخبنا الوطني. عموما احنا عندنا مباراه مع الترجي التونسي، تعالوا نشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا في الساعات الاخيره بشان استعداد الاهلي لهذا اللقاء. البدايه مع حساب الوطن الرياضي، قرار عاجل من مجلس الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي افريقيا. انا طبعا كلمه قرار عاجل دي لازم تقلق، يعني كلمه عاجل في اللغه الصحفيه لازم تعرف ان وراها حاجه مهمه جدا او حاجه خطيره ممكن حد يتخذها في الفتره اللي جايه. ولكن لما تيجي تقرا الخبر، هو في النهايه الهدف منك تقرا الخبر وتشوف تفاصيله، بس تفاصيل الخبر ان في اتجاه ان الكابتن محمود الخطيب يكون رئيس للبعثه، وان اعضاء مجلس الاداره هيكونوا مصاحبين لبعثه الفريق في مباراه الترجي التونسي. خبر معتادين عليه دايما من خلال ادارات النادي الاهلي، بيكون رئيس النادي رئيس بعثه، بيكون مجلس الاداره طالع بيساند الفريق. ولكن طبعا صيغه الخبر عشان تفتح وتقرا وتشوف ايه اللي بيحصل فيه، ايه يا جماعه. ولكن الحمد لله يمكن ما فيش اي مشكله وان شاء الله الامور تكون طيبه بالنسبه للفريق. حساب الوطن الرياضي ايضا، كولر يحسم مصير 6 لاعبين في الاهلي قبل نهائي افريقيا امام الترجي. الكلام على مين؟ بنتكلم على الشناوي، ديانج، مروان عطيه، كوكا، السوليه، احمد عبد القادر. طب هقول لكم كده اسم اسم. السوليه وديانج في التدريبات الجماعيه بكره وبعده باذن الله، ما فيش اي مشاكل ولا اصابات لا قدر الله، هيكونوا موجودين مع الفريق باذن الله في تونس طبقا لرؤيه مارسيل كولر. طيب احمد نبيل كوكا كان شعر كده بتعب الفتره الاخيره، فان شاء الله باذن الله في التدريبات اللي جايه ان شاء الله بنسبه 100% هيكون موجود مع الفريق في تونس، ما فيش اي اصابه. مروان عطيه لما اتغير في ماتش بلديه المحله كان عنده كدمه وعملت ورم في رجليه، اليومين اللي فاتوا الدنيا هديت شويه، بكره في التدريبات الجماعيه ان شاء الله موجود مع الاهلي في رحله تونس. السوليه وعبد القادر زي ما قلت في بدايه الحلقه 50-50، الامر مش مؤكد لان لسه هنشوف التدريبات اللي جايه مدى استعدادهم، ولكن ان شاء الله باذن الله على مباراه العوده اللعيبه دي كلها هتكون موجوده بنسبه 100% مع مارسيل كولر. طيب نروح لحساب كوره بلس، كولر استقر على امام عاشور ومروان عطيه واكرم توفيق للدفع بهم امام الترجي. يعني كره بلس سبق شويه قبل التدريبات ما تخلص وقبل الاهلي ما يسافر تونس وقال لك دول الثلاثي اللي هيكونوا في نص الملعب، عاشور ومروان واكرم توفيق. ولكن هننتظر لسه في ما يقرب من حوالي 4 تدريبات للفريق، 3 و4 و5 وجمعه، فطبعا لسه بدري على مساله مين ممكن يشارك بشكل اساسي. نشوف اللي بعده، حساب اليوم السابع، فحص طبي لمروان عطيه في الاهلي لحسم موقفه من التدريبات الجماعيه. وقلت لكم موضوع مروان عطيه، الكدمه عملت تورم شويه في رجليه، ولكن ان شاء الله هيكون جاهز للتدريبات بعد الراحه اللي خدها اليومين اللي فاتوا قبل السفر الى تونس. اخر حاجه في الترند الاهلي النهارده، عيد ميلاد بيرسي تاو نجم الاهلي، تاو تاو تاو، بتمم النهارده عامه 30. ولكن بيرسي تاو مع النادي الاهلي وهو بيحتفل بعيد ميلاده، بنحتفل مع الانجازات اللي حققها مع الاهلي. حصل مع الاهلي على دوري ابطال افريقيا، على السوبر الافريقي، على الدوري المصري، وخد بطولتين كاس مصر، ولعب مع الاهلي وخد مع الاهلي 3 سوبر مصري، وافضل لاعب داخل قاره افريقيا العام 2023 في حفل جوائز الاتحاد الافريقي. عيد ميلاد سعيد لاسد القلعه الحمراء، كل سنه وانت طيب يا تاو. طيب الترند المحلي، وكان في تصريحات صدرت بالامس من دكتور ايهاب الكومي عضو اتحاد الكوره، واتكلم فيها ونقلها موقع بطولات. دكتور ايهاب قال ايه عن رفض الاهلي خوض مباراه الالومنيوم بدون الدوليين؟ بيقول مثلما تتعاون الانديه مع المنتخب ستجد الاتحاد والرابطه يتعاونان معها في تاجيل المباريات بالدوري عندما تشارك في افريقيا، هذه علاقه متبادله. والله العظيم ما فهمت حاجه، يعني اللي فهم حاجه يفهمني، انا مش فاهم حاجه. يعني انا مش فاهم يعني ايه زي ما بنتعاون او تتعاون الانديه مع المنتخب ستجد الاتحاد والرابطه يتعاونوا معاهم في تاجيل المباريات. انت اللي حطيت المباريات وانت اللي عملت كاس من غير ما تبعت لائحه الكاس، وانت اللي قلت هتلعب بدون الدوليين بس الاجانب معاك مفيش مشكله، منين رايح فين جاي ازاي؟ انتوا يا جماعه اللي عاملين اللعباكه دي، انتوا اللي عاملينها. ودلوقتي الحل عندهم يقول لك ايه؟ اجل للاهلي وللزمالك وبيراميدز، والاهلي اصلا ما طلبش تاجيل، ولما تاجل لي الماتش ده هتحطوا لي بعد كده فين؟ وهتزنوني في الماتشات ليه؟
ما كفايه الاجنده بتاعت 6 لما تخلص هرجع هلعب كل 48 ساعه مباراه وكل 72 ساعه مباراه. من 12/6 ل12/7 هلعب 9 ماتشات، وسايب لي ماتش بيراميدز اخر ماتش 12/7 لعل وعسى ده ممكن يكون ماتش حاسم في ترتيب الدور الاول. يعني حتى ترتيب المباريات نفسه مش في صالح الاهلي وملوش علاقه بالعداله والمنافسه. فدلوقتي انت عامل مشكله في موضوع الكاس، انت اللي عامل الازمه وانت اللي صدرت الازمه. ما هي مشكله الاتحاد، في ناس جوه الاتحاد فاكره نفسها ان هي بتفهم ومحدش بيفهم غيرها، فاكره نفسها ان هي بتعرف تعمل جدول دوري ومحدش بيعرف يعمل جدول دوري غيرها. هي دي المشكله، الناس اللي في الاتحاد. هو مجلس اداره بس هل عنده ادارات بتشتغل؟ لا ما عندوش. الحته دي بتاعتي انا اللي اشتغلها، واحد تاني واخد الحته دي بتاعته انا اللي اشتغلها، واحد تالت واخد الحته دي بتاعته انا اللي اشتغلها. اللي ماسك منتخب اول واللي ماسك الاولمبي واللي ماسك مسابقات واللي له علاقه بشؤون اللاعبين، طب الادارات، الموظفين، الجهات اللي شغاله، محدش بيشتغل. وكل حاجه اصلا ماشيه غلط. الاتحاد ده من ساعه ما تم انتخابه مفيش حاجه واحده عملها صح الا التاهل للالعاب الاولمبيه في باريس، ولسه ربنا يستر على نتائج هناك. لكن منتخب اول فشل، منتخب شباب فشل، منتخب ناشئين فشل، كره الصالات فشلوا، ما تاهلوش كاس عالم لاول مره منذ سنوات طويله، الشاطئيه فشل، تنظيم الدوري غلط، تنظيم الكاس غلط، مشاكل قانونيه في الاتحاد كتيره، 3 اعضاء في الاتحاد استقالوا، في ناس استقالت. ايه التخبط ده كله؟ ماشي نشوف اللي بعده. المصري الرياضي، تصريحات ايضا لايهاب الكومي يكشف سبب ازمه الاهلي مع حسام حسن. قال لك ان جهاز المنتخب عايز ياخد اللعيبه 4 ايام اضافيه في المعسكر القادم لتطبيق افكاره مع اللاعبين، لان مباراه بوركينا مهمه للغايه. ما احنا عارفين مباراه بوركينا مهمه للغايه، والماتش يوم 6 والاجنده يوم 3، بس انت مش عايز تاخد اللعيبه من يوم 30، انت عايزه من يوم 28 او 27 كمان. الاهلي يلعب مع ترجي 25، يرجع الفريق يريح 26 27 مع المنتخب، يعني 27 5 28 5 29 5 30 5 31 5 1 6 2 6 اسبوع كامل قبل الاجنده، مش 4 ايام يا جماعه. طب اللعيبه دي مش لازم تريح؟ طب مش في اجنده؟ ما هو الفيفا عامل اجنده دوليه لان ليها فلسفه. ليه جهاز المنتخب الحالي ليه فلسفه مختلفه؟ يا جماعه اداره المنتخبات والتدريب ما بقاش زي عقليه زمان. انت عندك الاجنده يوم 3، قدرت الحمد لله تغير ميعاد ماتش بوركينا، بدل 7 بقى 6، رغم ان انتوا اساسا في البدايه ما كنتوش مركزين وخليتوا الكاف والفيفا يحط الماتش 7 و10، خليت الماتش بقى 6، كويس، بقى عندك مساحه حريه ما بين ماتش 6 وماتش 10 عشان تعرف تسافر وتلعب في غينيا الاستوائيه. لكن المحترفين معاك من امتى؟ من يوم 3. ليه مش من يوم 2 ولا 1؟ لان في اجنده دوليه، في لائحه، هتاخد لعيبه الاهلي، ما انت بتضر الاهلي. ما انت عملت كده في مارس، وانت في مارس لما اللعيبه اللي لعبت معاك وفي لعيبه اتعورت، والاهلي كان عنده مباراه مهمه جدا في افريقيا وانت بتلعب مباريات وديه، هل وقتها حطيت مصلحه الاهلي معاك؟ لا ما حطيتش مصلحه الاهلي، فكرت في مصلحتك الشخصيه. احنا مع المنتخب والاهلي على مدار تاريخه وفي كاس عالم انديه ساب لعيبته لعبت مع المنتخب، ده منتخب بلدنا، ما حدش هيزايد علينا ولا حد هيزايد على النادي الاهلي، ولكن الاهلي بيلعب باسم مصر، فما حدش يشتغل ويفكر لمصلحته الشخصيه دون وضع اي اعتبارات اخرى. المشكله اللي مثاره دلوقتي انا شايفها مشكله شخصيه مش مشكله منتخب مصر، لان الكابتن حسام دايما بيفكر فيها بمصلحته الشخصيه مش بمصلحه منتخب مصر. مصلحه منتخب مصر اللعيبه تخلص ماتش الترجي تريح 3-4 ايام وتاخدها على الاجنده يوم 3-6، وبعدين هتعلم لعيبه دوليه كبيره ازاي دلوقتي؟ يعني مش عارف. اخر حاجه، بيريرا يرفض طلب الاهلي باستخدام حكام اجانب مباراته في الدوري، الجزء اللي اتكلمت فيه، وانا قايل لكم في النهايه ده قرار اتحاد كره مش قرار بيريرا.